عليكم، مرحبا بكم بالناس في فيديو جديد عندي في القناه عندي منكون حسناء. الوغ هذا الفيديو هو عباره على مفرش ديال البراد. غندير معكم الجزء الاول المفرش ديال البراد لهذا الشكل، والجزء الثاني غادي ندير معكم ليد ديال البراد. الوغ هذا المفرش هو عباره على هذا الشكل، مخدوم بالصوف. كيف ما كنقول لكم دائما كنحاول نستخدم الصوف اللي موجوده عندنا واللي في متناول الجميع، الصوف ديال العبار، وغنخدم معها هذا الصم هذا. الوغ كيف ما كنقولوا هذا مفرش بريستيج، غادي نخدموه بالصم وغنخدموه على هذا الشكل مختلف تماما على الاشكال العاديه اللي كنشوفوه، حيث كله كيتخدم بغرزه الباف. الوغ نبداو على بركه الله. الوغ خديت الخيط، درت عقده البدايه، غادي ندير 6 ديال السلاسل، وحده جوج ثلاثه اربعه خمسه سته. الوغ غنسدو ونزلق هذا الشكل، وغادا ندير حشو وسط من الحلقة. الوغ وكنطلع على حسب العين اللي بغيتها تكون عندي أنا في غرزة الباف. هو كله كيتخدم عبارة، الجزء الأول عبارة على غرزة الباف من أربع حلقات. إذا الوحدة جوج ثلاثة أربعة. الوغ كنسدها وكندير جوج ديال السلاسل، وحدة جوج فهم نخدم الثانية. الوغ كنبدا بخمسة ديال باف، وحدة جوج ثلاثة أربعة. الغرزة الثانية سدها كندير جوج ديال السلاسل، ديال الثالثة. الوغ غادا نخدم كيف ما قلت لكم خمسة ديال الغرز. والبنات الوغ هنايا أنا كملت كيف خمسة ديال الغرز تاع الباف كيف ما كتشوفوا، ساليت بجوج تاع السلاسل. أش كنجي؟ كنجي دابا لهاد الفراغ الأول هذا عندي هنا، وكندير غرزة حشو، وكنعاود ندير فيه واحد غرزة منزلقة بليطو، كنعاود ندير فيه واحد الحشو. أش كندير دابا؟ عندي كل فراغ ديال جوج تاع السلاسل غادا ندير فيه جوج غرز تاع الباف. الوغ جوج ثلاثة أربعة. الوغ هادي الباف الأولى، كندير جوج تاع السلاسل، وفي نفس الفراغ غادا ندير الباف الثانية، واحد جوج ثلاثة أربعة. الوغ كندير سلسلة وحدة. لاحظوا معايا فاش كنخدم جوج ديال الباف فراغ واحد، كندير بيناتهم جوج تاع السلاسل. فاش كننتقل من فراغ لفراغ كندير فقط سلسله وحده. الوغ غندير نمشي للفراغ الثاني تاع جوج السلاسل، غنديرها الباف الاولى، واحد جوج ثلاثه اربعه. الوغ نسد عليها وندير جوج تاع السلاسل في نفس الفراغ، غادا ندير غرزه الباف الثانيه، واحد جوج ثلاثة أربعة. الوغ هاهما فوق هاد جوج تاع السلاسل، درت جوج فرقت بيناتهم جوج تاع السلاسل. دابا غندير فقط سلسلة وحدة، وغادا ننتقل للفراغ الثاني، وغادا نكمل على نفس الشكل. كما كتشوفوا البنات أنا ساليت الدورة. الوغ خدمت آخر جوج تاع لي باف، درت سلسلة. الوغ كنجي فوق من هاد باف في بداية السطر، وكندير منزلقة على هذا الشكل. لو غنجي ثاني لهذا الفراغ، غادي ندير حشو. اش غندير دابا؟ كل فراغ غادا نبدا ندير فيه جوج ديال الباف. الوغ الفراغ الاول، وحدة جوج ثلاثة أربعة. الوغ الباف الاولى جوج سلاسل، جوج ثلاثة أربعة. الباف الثانية جوج تاع السلاسل، فراغ جوج تاع الباف، جوج ثلاثة أربعة. جوج تاع السلاسل،
في نفس الفراغ، واحدة جوج جوج ثلاثة أربعة، جوج تاع السلاسل جوج ثلاثة أربعة، جوج تاع السلاسل. دونك في كل فراغ غندير جوج ديال الباف حتى غادي ندور بالسطر ديالي كامل على هذا الشكل. بعد ما ساليت السطر كندير جوج ديال السلاسل، كنجي فوق من هاد الباف اللي بديت بها السطر وكندير منزلق. اش كندير دابا؟ عندي نورمالمون ما بين كل بلاصه فيها جوج غادي نخدم واحد اربعه السلاسل على هذا الشكل. الو غنجي هنا لهذا الفراغ ندير حشو واحد جوج ثلاثة أربعة، في نفس البلاصة كنسد الحشو، مفهوم؟ غنجي تاني غندير واحد جوج ثلاثة ديال السلاسل وكنمشي حتى هاد، كنخلي فراغ وكنمشي للفراغ الموالي كندير حشو، كنطلع بأربعة السلاسل واحد جوج ثلاثة أربعة وكنسد عليهم في نفس البلاصه. غندير ثاني واحد جوج ثلاثه، كنمشي كنخلي فراغ كنمشي للفراغ الموالي وكندير حشو ونطلع بثلاثه باربعه ديال السلاسل جوج ثلاثه اربعه وكنعاود ندير حشو على هذا الشكل. غادي يكونوا عندي عشرة ديال الحلقات بهذا الشكل. علاش؟ لان هنا عندي عشرة ديال الزوج ديال لي باف. ندورها ونرجع لكم. تلقاو هنا عشرة ديال الحلقات، جوج ربعة ستة ثمانية عشرة ديال الحلقات. الو خدمت اخر حلقة، كندير فقط سلسلة، كنجي لهنا للوسط ندير هاد جوج سلاسل وكندير واحد حشو. غنشد دابا كل حلقة غادي ندير فيها خمسة ديال الاعمدة الاولين، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، كنطلع ثلاثة السلاسل على هاد الشكل وكنجي هنا وكندير غرزة بيكو. كنعاود تاني في نفس الفراغ نخدم خمسة أخرين أعمدة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. ألوغ كنجي لهنا فوق هاد السلاسل ثلاثة، كنشد معاهم هاد الجوج اللي تحت منهم وكندير غرزة حشو على هاد الشكل. نفس العملية غنعاود، ألوغ غندير هنا خمسة جوج ثلاثة أربعة خمسة، ندير بيكو ندير ثلاثة السلاسل هكا في الراس ونعاود تاني نخدم خمسة ديال أعمدة أخرين، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. كنجي هنا كنجمع هادو بجوج وكندير غرزة حشو. الو غادي نخدم حتى غندور عشرة ديالي كاملين. كتكون عندي النتيجة على هاد الشكل، هاد النجيمة على هاد الشكل. الو كنشد الصم، الصم انا هنا ضبطو على أربعة ديال الخيوط لأن أصلا خصو يكون رقيق. الو درت غرزة البداية، غادي نجي هنا ما بين جوج هنا في هذا الحشو هذا اللي ما بين مروحه ومروحه وكندير واحد حشو. كنجي مباشره فوق العمود الاول وكندير حشو،
كنبدا دابا كندير سلسله فوق العمود الثاني حشو، سلسله فوق العمود الثالث حشو، سلسله فوق العمود الرابع حشو، سلسله فوق العمود الخامس حشو. فهم كندير ثاني سلسله وكنجي وسط من هاد الغرزه ديال البيكو وكندير الحشو الاول، سلسله الحشو الثاني، سلسله الحشو الثالث. فهم كندير ثاني سلسله وكنمشي فوق العمود الخامس وكندير حشو، سلسله حشو، سلسله فوق كل عمود غادي ندير حشو، كاين فرق ما بين حشو وحشو، سلسله فهم الو على هذا الشكل، فوق الحشو العمود الاخر حشو، سلسله الو. بقى لي هنايا العمود الاخير ها هو كندير فوق منه حشو. فهاد البلاصه هادي ديال الوسط ما كنبقاش ندير سلسله، الو كندير فوق العمود الاخير حشو وكنجي لهنا ما بيناتهم كندير حشو وكنطلع ثاني فوق العمود الاول وكندير حشو. فهم كندير ثاني سلسله حشو. نتمنى من الله ان يكون الشرح واضح والفيديو واضح، لان هنا عندي خيط رقيق الصم بلوتو رقيق، نتمنى من الله انه يكون جا واضح. الو حشو وغادي نكمل النجيمه ديالي كلها على هذا الشكل بالصم. وي بنات الو هنايا بعد اللي ساليتها بالصم كتعطيني هذا الشكل. الو اش كندير دابا؟ كنعاود نوجد ثاني الخيط ديالي، كنجي كيخصني دابا نخدم السكه اللي غادي نخدم عليها لافينيسيون ديال الورده ديالي. الو كنجي كندير 10 ديال السلاسل، جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود 10، وعلى حسب اللي يديها مرخوفة جاتها هنا 10 مرخوفة بزاف دير عاد تسعود. كندير هنا منزلقة، كندير تاني 10 السلاسل، وحدة جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة باردون سبعة ثمانية تسعود 10، نجي فوق الراس هنا ديال هاد البيكو ندير منزلقة. اللي ما بغاتش تصدق ليها منزلقة دير حشو. الو غادي ندورها كاملة على هاد الشكل. وصلت لآخر جزء ديال السلاسل، الو كنجي تاني هنا كندير منزلقة، كنجي فوق هاد المجموعة الأولى ديال السلاسل، شد معايا هاد الخيط تا هو نحيدو باش نقص ليا لافينيسيون، نطلع بجوج تاع السلاسل. الوغ كنجي فوق هاد الأولى كنخدم 14 عمود، الوغ واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود 10 11 12 13 14. كنمشي مباشرة فوق من مجموعة السلاسل التانية وكندير فوق منها حتى هي 14 عمود على هاد الشكل. الو غنبقى كل سلسلة غندير فوق منها 14 عمود حتى نكمل المجموعة تاع 10 السلاسل كاملة. وصلنا لآخر مرحلة كيفما كتشوفو، النجيمة ديالنا هي واجدة. بعد ندوزو ليها الصم نفينيوها به كيفما فينينا لابارتي الأولى ديال النجمة.
الوغ كيف ما قلت لكم الصم هنا انا دوبلتو على 4 حيت شقيق. الوغ كندير فوق كل عمود حشو، بين عمود بين حشو وحشو كندير سلسله على هذا الشكل. الوغ حشو سلسله حشو سلسله حشو سلسله حشو. الوغ غادي ندوروها كامله على هذا الشكل. الوغ بالنسبه اللي بغى مفرش في هذا القياس مرحبا، اللي بغى اكبر منه اما يقدر يزيد سطر هنا ديال الاعمده او لا يزيد سطر هنا ديال لي باف. المهم ان غتكون عندها نفس لا فينيسيون. كنديروا النجيمه وعاد كنديروا فوق منها هاد البانطا هادي باش كتعطينا هاد الشكل الرائع. راه كتكون يا اما مفرش صغير ديال البراد او لا مهم نقدروا نخرجوا منه مفرش كبير. بالنسبه لليد البراد ديالو انتظروني غدا ان شاء الله تعالى غنوجدها لكم، ومن بعد منها غادي ندير اللبسات ديال الكويسات حتى هما غيكونوا بنفس الموتيف وكاش بلاطو باش نكملوا الطقم ديالنا ان شاء الله. كيجي الصراحه كيجي زوين، كيجي بريستيج خاصه فاش كندخلوا فيه الصم كنزيدوا واحد الجماليه. كنبقاوش مقتصرين غير على الصوف، خصنا نعرفوا بان الصوف ماشي ما نقدروش نخدموها غير بوحدها، نقدروا نسوقوها بالحريه، نقدروا نسوقوها بالصم، نقدروا نسوقوها. الوغ غادي نخدمها كامله نزوقها نفينيها هكا بالصم وشوفوا معايا النتيجه.